ولنقاش تفاصيل هذه الحملة الإغاثية التي أطلقتها هيئة علماء المسلمين في العراق بالتعاون مع منظمة يوم القرى للنازحين في مخيم حسن شام 3 بالموصل، ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل المتحدث الإعلامي باسم منظمة يوم القرى دكتور ناصر الفهداوي. أهلا بكم دكتور. حياكم الله. حياكم الله سيدة الكريمة. يا مرحبا دكتور. ما تفاصيل هذه الحملة الإغاثية التي أطلقتموها في المنظمة بتعاون مع هيئة علماء المسلمين في مخيم حسن شام بالموصل؟ هذه الحملة تأتي في إطار مواصلة الجهود التي تقدمها هيئة علماء المسلمين ومنظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية، حيث آلت على نفسها بأن تتواصل جهودها الإغاثية، تقديم المنح المالية والمساعدات الغذائية وكذلك جميع المستلزمات التي يحتاجها النازحون في مختلف أحوالهم، وكذلك مستلزمات أخرى يحتاجها النازحون في مخيمات الزروع. هذه الحملة بالمنح المالية تقدمت بها منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية بالتعاون مع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين، وشملت 600 عائلة نازحة كريمة في هذا المخيم. هذا المخيم قبل فترة يعني عدة أيام شهد احتياجات وكذلك بروز يعني حالات احتياج ضروري في للعائلات النازحة، ولذلك عاجلت منظمة أم القرى والقسم الإغاثي في تقديم هذه الحملة الإغاثية، وكذلك تأتي هذه الحملة بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك. نسأل الله أن يعيده على أمتنا بالخير والفلاح وأن يعجل بالفرج لكربات النازحين في المخيمات إن شاء الله. دكتور، كيف وجدتم أوضاع هذه الأسر في المخيم خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يفرضها وباء كورونا؟ حقيقة يعني الآن الظروف يعني مركبة عند في المخيمات. هذه المخيمات مرمية في أطراف المناطق، في مناطق مفتوحة، في مناطق صحراوية. كذلك يعني يأتي موسم الصيف الحار مع شدة الحرارة، وخصوصا موجات الحرارة التي شهدها العراق خلال هذه الفترة. هنالك احتياج ضروري لمختلف الاحتياجات الغذائية الدوائية، وكذلك المياه، وكذلك المنح المالية، حيث تعطيهم الفرصة لكي يتصرفوا بهذا المال لكي يشتروا بما يحتاجونه من الألبسة، من الأغذية، ومن الأدوية، وكذلك الاحتياجات الضرورية الأخرى لهم ولأبنائهم. كذلك ظرف الوباء ضغط سلبا على إعانة النازحين، لأنه كثير من المنظمات احجمت عن تقديم جهودها الاغاثيه خوفا من انتشار الوباء وتحرزا كذلك لكوادرها الاغاثيه، ولذلك هي اختارت على ان توقف جهودها خوفا من هذه الجائحه التي يعني يشهدها العالم. نعم. منظمه ام القرى والقسم الاغاثي في هيئه علماء المسلمين حقيقه يعني يتخذ الاجراءات الاحترازيه من هذا الوباء، كذلك يعاني من صعوبة الوصول إلى هذه المخيمات، لكنه يتحدى كل هذه الظروف لكي تقف هيئة علماء المسلمين ومنظمة أم القرى وقف الوقفة المطلوبة التي يعرفها الشعب العراقي على هذه الهيئة وعلى هذه المنظمة التي عرفها بأنها تواكب جراحاته وتواكب مآسيه وتقف مع كل أحواله، ولذلك تأتي هذه الحملات مع شدة وباء كورونا وكذلك تحديا للصعوبات التي تكتنف هذه الحملات. دكتور، لم تكن هذه الحملة الأولى في هذه المخيمات بالموصل، ما خططكم المستقبلية لمواصلة دعم هذه العائلات؟ خطتنا عادة نضعها قبل كل أنشطتنا الإغاثية، ندرس حالات المخيمات القريبة والبعيدة كذلك، وكذلك كوادرنا المتوزعة في كركوك وفي بغداد وفي الأنبار وفي محافظات العراق الأخرى. ندرس احتياجات أهلنا النازحين في المخيمات ونقدم خطوة أخرى على ضوئها، ثم بعد ذلك نقدم الحملات الإغاثية في كل مخيم
نأتي على أول مخيم في توزيعنا للمنح المالية، المستلزمات الأخرى الدوائية الطبية، وكذلك المواد الغذائية. نشمل جميع المخيم بالعادة، لا نخرج من المخيم إلا بعد أن نطمئن بأننا قد شملنا جميع العائلات النازحة في هذا المخيم وفق خطة موضوعة مقدما، ثم بعد ذلك نضع خطة أخرى للانتقال إلى مرحلة أخرى في تقديم الخدمات الإغاثية، وكذلك ننسق مع هيئة علماء المسلمين، وبذلك تتواصل هذه الجهود ضمن التنسيق وفي إطار التنسيق الذي يعني كان متواصلا وما زال متواصلا مع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين. شكرا جزيلا لكم دكتور ناصر الفهداوي المتحدث الإعلامي باسم منظمة يوم القرى، كنت معنا عبر الهاتف من أربيل.